أعزائي المشاهدين، معكم سعيد النظلي عن قصر ثقافة الأسكندرية 26 يوليو. أحدثكم اليوم عن خواطر رمضان. شهر رمضان فضله الله سبحانه وتعالى عن بقية الأشهر، لذا فله خصوصية عندنا جميعا. إنه شهر غني ثري بكرمه ومعطياته، حيث تكثر فيه أعمال الخير يتبعها حسن الثواب، ويظهر فيه التكافل الإنساني في أبهى صوره. ففيه يحن الغني على الفقير والقادر على المحتاج، فيه يزكي المسلم عن ماله، ليعين بزكاته من ليس لديه ما يكفيه ويسد رمقه. فليسود الحب والود والوئام بين أفراد المجتمع. وما أجمل هذه اللوحة الإنسانية التكافلية والتي يحض عليها ديننا الإسلامي الحنيف. عزيزي المشاهد، رمضان هو شهر الانتصارات، فالتاريخ يذكرنا دائما بانتصاراتنا الإسلامية خلال التاريخ، لا سيما غزوة بدر. أما التاريخ الحديث فيذكرنا بثرائه النضالي، حيث استردت مصر والعرب كبرياءهم في العاشر من رمضان منذ 47 عاما، بالانتصار الإعجازي الكبير على العدو الأزلي الإسرائيلي المسنود على قوى كبرى. ولكن الله أكبر، ولكن الله أكبر. نصر ارتفعت فيه هاماتنا، وظفرنا بنصر عظيم على عدو لئيم. نصر رفعت فيه الأعلام المصرية والعربية لتعانق عنان السماء، مزهوة فريحة بعظمة الانتصار. ما أحلاك وما أعظمك يا رمضان. عزيزي المشاهد، مع خاطرة أخرى وفي غمرة فرحتنا بالشهر الفضيل، لن تنسينا فرحتنا شهداءنا في بئر العبد، والتي تركت في هذا الشهر الفضيل أطفالا يتامى، أمهات ثكالى، زوجات أرامل، عائلات حزانة. عملية إجرامية نفذها مجرمون، نفذها أناس وقعوا في بئر الخيانة والغدر والخسة والنذالة. أناس أجازوا القتل، قتل النفس التي حرم الله قتلها، بل وفي شهر من أفضل أشهر الحرمات. لقد اغتالوا فرحتنا، اغتالوا فرحتنا بالشهر الفضيل، وفطروا قلوب الأمهات والزوجات، حرموا الأطفال من آبائهم الأبطال الذين استشهدوا وهم صائمون. أي دين هذا؟ أي دين هذا الذي أباح لكم سفك الدماء في الشهر الحرام؟ أي دين هذا الذي أجاز لكم القتل والاغتيال والغدر والخيانة؟ إن ديننا الإسلامي السمح، السلام، الأمان، العفيف، يجب هذا الإجرام الغادر. بالله عليكم، هل يرتضي أي دين أو ملة هذه الخسة والدناءة تجاه جنود يحرسون الوطن في الصحراء تحت لهيب الشمس، دفاعا عنا جميعا وللحفاظ على أرضنا وهي عرضنا؟ لقد باع هؤلاء الخونة أنفسهم للشيطان، وفي النهاية إنهم لخاسرون، وفي النار وبئس المصير. أما شهداؤنا فلهم الجنة ونعم المصير، إننا جميعا نحتسبهم شهداء عند ربهم يرزقون، ولسوف ينصر الله المؤمنين ويزهق أرواح الخائنين. ولتحيا مصر إن شاء الله إلى يوم الدين، آمنة مستقرة عفية بأبنائها المخلصين. عزيزي المشاهد، أعرج بك إلى خاطرة أخرى، فقد طالعت هذا الأسبوع خبرا في بعض الصحف يعود بنا إلى الزمن الجميل، زمن القراءة، حيث القراءة غذاء الروح، القراءة ثقافة، ثقافة الأمس
واليوم والغد، حيث التجمع الأسري في هذا الشهر الفضيل، ومع شعار خليك في البيت اتجه المعظم نحو الاطلاع والمعرفة من كافة الأعمار، قراءة القرآن، قراءة الكتب المتنوعة الاتجاهات. أعود فأقول أن الخبر الذي قرأته وأسعدني جدا هو اتجاه وزارة الثقافة لنشر كتب كبار الكتاب على موقع الوزارة وموقع الهيئة العامة للكتاب، وذلك بتوجيه واهتمام بالغين من السيدة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، حيث البداية بكتاب من تأليف الدكتور مصطفى جلال السعيد، وهذا الخبر يبشر بنشر كتب لكتاب آخرين إن شاء الله. ورجاء الشخصي للسيدة الوزيرة أن تحقق أمنية للقراء في هذا الشهر الكريم، وهو توجيه عنايتها لطبع ونشر الكتب الدينية والثقافية بعيدا عن دور النشر التي أوصلت الكتاب الواحد إلى عشرات الجنيهات، وهذا فوق طاقة المواطن. وبالتالي يصعب على القارئ اقتناء كتاب واحد، مما يعد خطرا حقيقيا تجاه ثقافة المجتمع المصري، وهذا بالطبع لا يرضي وزيرة الثقافة المشهود لها بالكفاءة العالية. معالي الوزيرة، إنها أمنية آمل تحقيقها من أجل ثقافة شعبنا. خاطرة أخرى عزيزي المشاهد، وهي خاطرتنا الأخيرة مشاهدينا الأفاضل، أمامنا أيام معدودات من شهر رمضان الكريم، فلنغتنمها ونجعلها أياما روحانية تقربنا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. فالصيام وحده لا يكفي، فنجعلها جميعا أيام عبادة تساعدنا عن الابتعاد عن الشرور والآثام. فليحجز كل منكم مقعدا في الجنة بالعمل الصالح والبر والتقوى من خلال منافذ العبادات التي يسرها لكم ولنا جميعا سبحانه وتعالى. توبوا إلى الله، اقتربوا منه، استغفروه بكرة وأصيلة. إنه شهر واحد كل عام، فلنسعى جميعا لاغتنامه بالصوم والصلاة قياما وقعودا، ولسوف يكون القادم أحلى بإذن الله تعالى. فليكن رمضان القادم موعدنا ونحن متلامس الأيدي، متجهون إلى المساجد، راكعون ساجدون في الصلوات الخمس. وإن شاء الله تعود الأيام الجميلة باصطحاب الأسر لبعضها البعض ليصلوا التراويح معا. سوف نملأ بإذن الله تعالى المساجد والساحات والطرق المؤدية إليها. سوف نرى الكهل والعجوز والطفل يحمل كل منهم كرسيه ليصلي عليه في بهجة وسرور. سوف نجد الشباب والفتيات في أماكن العبادات كأزهار يفوح عطرها. سوف تتجمع العائلات حول السفرة والطبلية. سوف تعود موائد الرحمن إن شاء الله. سوف نعتمر سويا. سوف نزور الحرم المكي والحرم المدني معا إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، مع الأمل في الجد بأنه أفضل بإذن الله تعالى، نتقابل في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.